مرحبا فيكم أصدقائي بحلقة جديدة على قناتي حكم، بتمنى منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس. اليوم يا أصدقاء رح نتكلم عن فيديوهات الشورتس. طبعا مثل ما بتعرفوا فيديوهات الشورتس احتلت مرتبة مرعبة جدا في اليوتيوب، في التيك توك، في أي مكان. تقدر عن طريق فيديوهات الشورتس تحصد مشاهدات مرعب جدا، اشتراكات، لايكات، لكن الطريقة هي طريقة الرفع الفيديو. وأيضا رح نطرح أداة، هذه الأداة وظيفتها اختيار نيتش وأيضا اختيار كلمات مفتاحية مرتفعة المشاهدة. لكن بداية يا أصدقاء أتمنى دعوتكم للشعب الفلسطيني، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. بداية يا أصدقاء راح أتوجه على قناتي وأتوجه على الفيديوهات القصيرة، أفضل طريقة عمل كريب في البيت. طبعا فيديو لا يتعدى 50 ثانية حصد على 23 مليون. هذا الفيديو القصير حصد على كم مشاهدات مرعب جدا، ايضا حصد على 2000 تعليق، وايضا حصل على 91% من اللايكات. بمعنى يا اصدقاء دائما اختار نيتش معين، مجرد ما اخترت نيتش معين راح تحصد كم مرعب من المشاهدات. كثير ناس، كثير اصدقاء نشروا فيديوهات قصيرة ما حصدوا ولا اي شيء، لكن الطريقة اللي راح اطرحها اليوم واللي موجودة راح تحصد ومتأكد كم مشاهدات مرعب جدا عبر أداة بسيطة. تختار لك العنوان، تختار لك كلمات مفتاحية ذات سعر أو ذات مشاهدة مرتفعة جدا. دائما يا أصدقاء أنا أتوجه إذا بدي أخذ فيديو شورتس أتوجه على برنامج التيك توك. مثل ما أنتم شايفين هذا 1 مليون، هذا 4 مليون. طبعا اخترت نتش المعلومات، وفيك تختار الاشي اللي انت بدك اياه، لكن انا راح اختار فيديو لحتى يتصدر كلمات مفتاحية عالية جدا. هذا فيديو جبر الخواطر في غزة، وفي كثير فيديوهات شيقة رائعة جدا تقدر تستخدمها حسب النتش اللي انت بدك اياه، حسب الطريقة او الاشي اللي انت بدك تختاره. طبعا راح اختار سيدنا محمد، بالصلاة على سيدنا محمد. لو اجينا هذا فيديو رائع جدا، خلونا نشوفه، نسمع الصوت. لهجة باكستانية، نشوف هذا او نشوف هذا. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل صلاة وسلام. نشوف كمان فيديو. صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة عليه ستشفع لكم. هذا الفيديو، فبيجي على هذا الموقع تنزيل الفيديو بشكل مجاني أو بدون علامة مائية، أقوم بتنزيل الفيديو فأصبح الفيديو جاهز. طبعا هذا البرنامج مجاني جدا، تمام، تقدر تنصبه على الكمبيوتر الخاص فيك. وهذا الفيديو ميزته تضع شعار أو تعدل على الفيديو أو تقسم الفيديو أو تعمله بالطريقة اللي أنت بدك إياها. أصبح الفيديو جاهز، أقوم برفع الفيديو بالطريقة هذه، أنزل الفيديو أسفل. فالفيديو حجمه 58 ثانية، وهذا أمر ممتاز لحتى يصبح فيديو شورتس. فأعمل توازي بين الشعار وبين الفيديو وأعمل تنزيل بالطريقة هذه وأنزله، فأصبح الفيديو جاهز بالسرعة هذه. هذا برنامج صلوا على حبيبكم رائع جدا. فأتوجه على قناتي وأقوم برفع الفيديو. اعتمد هذه الطريقة، وأنا متأكد إن خلال فترة قصيرة جدا راح تكون أنت متصدر الفيديو اللي نزل. ثواني يا اصدقاء اشوف شو اسم الفيديو اللي نزلناه. 19، اتوجه ارفع الفيديو. اجي على الفيديو نفسه، جمعة مباركة، الصلاة على سيدنا محمد، تمام. انا دائما وابدا اول ما بتوجه مستوى العرض اضع الفيديو خاص،
أقوم بتنزيل الفيديو وأتوجه على قسم الفيديوهات. أنتظر عليه مدة دقيقة لحتى يتم رفع الفيديو. هذه فيديوهات الشورتس وهذا الفيديو. أعمل تحديث للصفحة. هذا هو الفيديو. أنا الآن بدي أختار عنوان. هذه الأداة تولبيكس أداة رائعة جدا جدا في اختيار العنوان. هنا نكتب بالصلاة على سيدنا محمد. أهم هدف ودائم وأبد يا أصدقاء تضع الهاشتاج. هذا رائع جدا ويجيب لك كم مرعب أيضا من الزيارات. طبعا هان في الأداة هاي تقدر تختار العنوان مثل ما أنتم شايفين. نعمل ترجمة. الصلاة على النبي محمد. نكتب الصلاة على النبي محمد. الصلاة على النبي محمد عليه أفضل صلاة وسلام. تمام يا أصدقاء. وأهم إشي دائما وأبدا الخيار الثاني تضع اللي هو كلمات أسفل الفيديو. أتمنى من جميع من الجميع بالصلاة على سيدنا محمد سيد الخلق. صلوا على سيدنا محمد. بالطريقة هذه يا أصدقاء. ميزة الأداة هذه يا أصدقاء تضع لك كلمات مفتاحية مثل ما أنتم شايفين بشكل أوتوماتيكي لوحدها. طبعا هذه الأداة اشتراكها أعتقد شهري مبلغ $4 مثل ما أنتم شايفين. كلمات مفتاحية تقدر تضعها. طبعا معك هاي 500 كلمة ملناش في أدسنس. الآن أصبح الفيديو جاهز مثل ما أنتم شايفين. أجي على كلمة الخاص وحول عام تم وأعمل حفظ. خلونا نشاهد الفيديو كيف أصبح يا أصدقاء. هذا الفيديو. صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة عليه ستشفع لكم صلاتكم يوم القيامة عند ربكم. طبعا اي فيديو بتقدر ترفعه، اي فيديو تقدر تعدل عليه، اي فيديو تقدر تعمل فيه بالطريقة هذه. طبعا انا لو رفعت الفيديو هذا هان ورفعته على برنامج التيك توك موجود عليه شعاري، اقدر اتصدر واتسيح واحصل على مشاهدات بالكم اللي انا بدي اياه. طبعا في عندي قناة اللي هي قناة الاخت، هذه راح اطبق الشرع عليها. طبعا هذه القناة قناة بسيطة جدا جدا لكن بإذن الله الرجولة ليست في الكلام مثل ما انتم شايفين ناشرة فيديوهات لكن كم المشاهدات صفر لأن ما في عليها كلمات مفتاحية. لو أجينا على الفيديوهات هان وأجينا على هان فراح نشوف إنها فارغة، وهذا أمر صراحة سيء جدا. تقدر تعمل انت بالطريقة هذه وتعدل على الفيديوهات لحتى تمسك معك كلمات مفتاحية صحيحة حقية. لو نزلنا على أيضا أسفل الأهم دائما وأبدا اللي هي العلامات. تقدر تضع العلامات لحد 500 علامة، وهذه العلامات هي تقدر تتصدر لك في مجال اليوتيوب. يسعد مساكم الطيب، أتمنى التوفيق للجميع، ورح أنشر رابط الأداة أسفل للي حابب يستخدمها. راح تساعدك جدا جدا في تصدر اليوتيوب ويعطيكم ألف عافية.